وندخل بقى على أخبارنا إن شاء الله المفرحة. طبعاً كل إن شاء الله أخبارنا المفرحة دايماً كده. أخبار المريض الأحمر طبعاً. إحنا طبعاً النهاردة عندنا خبر إن المدرب السويسري طبعاً ريني فايلر أكد دايماً على اللعيبة إن الفرصة متاحة للجميع، وإن مفيش حد حاجز مكانه أو مفيش مكان معين محجوز للاعب بعينه، والاجتهاد والعرق في التدريبات هو ده السبيل الوحيد لأي لاعب عشان إن شاء الله يشارك في المباريات اللي جاية. فايلر كمان أكد وكرر قبل مباراة إنبي عشان كل الناس تبقى عارفة وكل اللاعب عارفة إيه ميزان واحد هو اللي بيقيس بيه مشاركة أي لاعب من خلال المباريات على المستوى المحلي وعلى كمان المستوى الأفريقي إن شاء الله الفترة اللي جاية. صحيح، وإحنا النهاردة شفنا يمكن محمد وحيد كان بقاله فترة ما شاركش، محمود وحيد. النهاردة شارك، وده زي ما كابتن هاني قال في الوقت اللي الكل مشغول فيه ببطولة الدوري، ففايلر ما بينساش التفكير في بطولة أفريقيا، دي حلم كل الأهلوية زي ما بنقول يا جماعة. علشان كده المدير الفني طلب تقرير شامل، التقرير ده شامل كل مباريات الوداد المغربي بعد ما تم استئناف الدوري المغربي خلاص، وخاصة أنه عنده كل المعلومات حتى توقف النشاط الكروي في المغرب بسبب طبعا فيروس كورونا. هو حب يتابع لحظة بلحظة إيه هي كل تطورات الفريق المغربي، برغم من أن مواجهة نصف النهائي معاه في دوري أبطال أفريقيا لسه بدري عليها، يعني إحنا قلنا أنه خلاص في أواخر سبتمبر اللي جاي. طبعا فلسه بدري، ومع طبعاً ذلك حريص كل الحرص. طبعاً يعني هو ده الترتيب، فايلر مدرب كبير وعارف أن الترتيب صحيح. من بدري بيكون ليها كمان الترتيبات الفنية. احنا عارفين كان في توقف كبير جدا، وعاد الدوري المغربي الوداد بيعمل مبارياته، بيتابع كمان مبارياته بشكل مباشر. صحيح. بيجيب الفيديوهات وبيبدا يطلع منها الداتا على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي ابرز اللعيبة. فطبعا التحضير دوت مهم جدا جدا للمدرب اللي بيقوم بيه، علشان هو ماشي تقريبا في اتجاهين. طبعا على المستوى المحلي بطولة الدوري الحمد لله بداها بفوز مقنع 2-0 على إنبي، وكمان على المستوى الأفريقي إنه بيتابع فريق طبعا الوداد اللي إن شاء الله المباراة قبل النهائي إن شاء الله هتكون في سبتمبر، لكن من بدري بنحضر طبعاً عشان ما يكونش فيها مفاجأة، ولأنه البطولة كمان يا كابتن هاني لسه مفتوحة على كل الاحتمالات، ولسه البطولة يعني ما نقدرش إن احنا نتوقع فيها أي توقع، لكن الأهلي رقم واحد وعودنا إنه يكون رقم واحد، وإن شاء الله البطولة ديت عندنا في النادي الأهلي بإذن الله.